استهدف حزب الله صباح اليوم بطائرة مسيرة مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة قيصرية، وألحقت أضرارا بالمكان دون أن تتمكن القبة الحديدية من اعتراضها. وأوضح جيش الاحتلال أن 3 طائرات مسيرة تسللت من لبنان، تم اعتراض 2 والثالثة أصابت مبنى مقر إقامة نتنياهو في مدينة قيصرية. هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شرطة الاحتلال أغلقت عدة شوارع في المدينة ومنعت وسائل الإعلام من الاقتراب من موقع سقوط المسيرة.